اختارت المنظمة العالمية للملاكمة الاحترافية الملاكم الجزائري جمال دحو من بين المرشحين لنيل لقب أحسن ملاكم لعام 2014. وأثنت المنظمة العالمية على الملاكم الجزائري الذي توج مؤخرا باللقب العالمي في تنزانيا بالبطولة العالمية بالضربة القاضية في الجولة الأولى أمام منافسه يزيد من البلدي المحتضن للمنازلة. أرقام مميزة للملاكم الجزائري الشاب جعلته يدخل قائمة الملاكمين المعنيين بالتتويج بلقب أحسن ملاكم في العالم لعام 2014، ومن المقرر الإعلان عن الفائز في أول أسبوع من شهر جانفي المقبل.